إذا أنا هدفي أحول من ثلاث أكسيز اللي موجودة هون، الثلاث كومبوننتس الموجودة هون، ورح نسميها هاي مضروبة في 2 على 3، هاي مضروبة في 2 على 3، وهاي مضروبة في 2 على 3، وبدي أعمل أنا ترانسفورميشن من هون إلى دي اس اي دي اس، هذا هون اي اي، هذا اي بي، هذا اي سي، وهاي رح نعملها ترانسفورميشن من هون من اي دي اس ل اي كيو اس، وهذا هون ستيشنري، وانا رح اعمل الاينمنت بين هذا الاكسس وهذا الاكسس، فدي اس الايند مع اي دي اس الايند مع اي اي. زينا طلعنا هلا بدنا نطلع احنا اي دي اس بدلاله هدول. هلا اذا نطلع اي دي اس الايند هون، اي دي اس رح يجي رح يساوي ل اي اي، بعدين عندي هذا رح يتحلل ب 2 كومبوننتس اي بي، رح يتحلل بكومبوننت بهذا الاتجاه ورح يتحلل بكومبوننت بهذا الاتجاه، واي بي رح يتحلل بكومبوننت في هذا الاتجاه ورح يتحلل بكومبوننت في هذا الاتجاه، مظبوط؟ هلا هذول رح يتحللوا بهذا الشكل، هاي الزاويه هون 30 لانه هاي كلها 120 راح منها 90 ضل 30، فهذا الكومبوننت اللي هون هو ساين ال 30 في اي بي راح يعطيني هذا الكومبوننت، وهذا الكومبوننت الثاني هو ساين ال 30 في اي سي، بس هدول اتجاههم عكس اي اي، راح يكون هذا بيساوي 2 على 3 مضروب في اي اي ناقص نص اي بي ناقص نص اي سي. واضح الكل فاهم هون؟ هذا هون جاي، هاي الزاويه 120 راح منها 90 ضل 30، هذا الكومبوننت راح يعطيني واحد في اتجاه الاي كيو اس راح نجيه بعدين، بس واحد باتجاه الاي دي اس لكنه نيجاتيف بالنسبه للاي دي اس، والثاني برضه راح يعطيني شيء نيجاتيف بالنسبه للاي دي اس، واي اي بنفس اتجاه اي دي اس، صار اي اي بنجمع لاي دي اس، واي بي واي سي بنضربوا في ساين ال 30، وهاي هون ساين ال 30، فبعطيني اول علاقه هون، هاي العلاقه اللي هي ما بين حتى اطلع اي دي اس من اي اي واي بي واي سي، الاثنين على ثلاثه اجت من انه حتى هذا يعطيني نفس الروتيتنج فيكتور، هذا لازم اعمل سكيلينج لهذا بمقدار 2 على 3. نطلع على الثاني اللي هو اي كيو اس. هلا اذا اطلعت على اي كيو اس عندي نفس الشيء 2 على 3، لاحظوا هلا بالنسبه لاي كيو اس اي اي ما له اي تاثير، فبكون زيرو في اي اي. بعدين عندي هذول الكومبوننتس، في واحد راح يعطي لي كومبوننت في هذا الاتجاه مع اي كيو اس اللي هو اي بي، واي سي راح يعطيني كومبوننت معاكس لاي كيو اس بهذا الاتجاه، مضبوط؟ طبعا احنا مفترضين هون انه اي بي هون واي سي هون لانه اتجاه الدوران هيك، فحتى يكون بوزيتيف سيكونس لازم اي يكون بالاول بعدين بي بعدين سي، فبلف هذا بهذا الاتجاه، فاي اي هون اي بي هون اي سي هون. هلا اذا نطلع هاي كانت ساين ال 30، اذا هاي راح تكون كوساين ال 30 بلس، فبلس كوساين ال 30 اللي هي جذر ال 3 على 2 في اي بي ناقص ناقص، لانه الاي سي راح يعطيني شيء بعكس الاي كيو اس، فناقص جذر ال 3 على 2 اي سي، وهاي اللي هي كوساين 30 وهاي كوساين 30. فصار عندي الان طريقه للتحويل من اي اي واي بي واي سي، انا اي اي واي بي واي سي بقدر اقيسهم، في عندي كرنت ترانسفورمرز راح اركب كرنت ترانسفورمر على اي اي، كرنت ترانسفورمر على اي بي، وكرنت ترانسفورمر على اي سي حتى اطلع هدول، فهدول المعادلتين اذا نزلتهم هون راح احطهم بدلاله، اعتبر هذا هو الاكس اكسس وهذا اعتبره هون الواي اكسس، اذا اعتبرت هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس صار عندي هون اي كيو اس بيساوي، فاقدر احط برا 2 على 3 احط هذا ك فيكتور احط هون اي 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 بي اي سي، 2 على 3 كان بامكاننا نضربها جوا هون بامكاننا نخليها برا تساوي، هلا بنجي بنطلع اي كيو اس بيساوي 0
جذر الثلاثة على اثنين ناقص جذر الثلاثة على اثنين. هذا السطر هذا المعادلة هاي نزلتها هون، فهي اي كيو اس بتساوي هذول مضروبين في اي 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 بي اي سي. نيجي نطلع على اي دي اس اللي هي ستيشنري، بتساوي نفس الشيء 2 على 3 في 1 ماينس 0.5 ماينس 0.5. فبصير عندي هذا اي دي اس بتساوي 2 على 3 مضروبين في هذول، فبصير عندي 1 في اي اي ناقص نص ناقص نص منها. هذه هي طريقة التحويل، حطيناها على شكل ماتريكس. هلا عشان هاي الماتريكس تصير انفيرتبل واقدر اعمل، هلا هذا اسمه الكلارك ترانسفورميشن. والكلارك ترانسفورميشن شو بقول لي؟ بقول اذا انا قست اي اي واي بي واي سي، بقدر عن طريقهم اعرف الكومبوننتس الايكوفالنت كومبوننتس ستيشنري، هذول احولهم من 3 كومبوننتس ل 2 كومبوننتس، الاثنين راح يعطوني نفس النتيجه، بس انا حولتهم لاي دي اس ستيشنري واي كيو اس ستيشنري عن طريق هذا. هلا هاي اذا بدي اعملها انفيرتبل واطلع انفرس كلارك، ما بقدرش اعمل انفرجن لهاي. ليش؟ هي مش سكوير. فراح احط دمي فيريبل من هون اسمه اي 0 اس 0 سيكونس، وهاي راح تكون اظن 0.5 من هون 0.5. هلا هذول اصلا دائما راح يكون مجموعهم 0، مزبوط؟ إذا ما فيش عندي نيوترال بوينت وقست اي اي واي بي، ما فيش عندي ستار بوينت، إذا اي اي زائد اي بي لازم دائما يساوي اي سي بالإشارة، أو اي اي بلس اي بي بلس اي سي لازم يساوي زيرو من هون، فهذا هون دامي فيريبل. بهاي الطريقة لما ضفت الدامي فيريبل من هون صارت هاي انفيرتبل. انفيرتبل شو يعني بقدر أطلع منها؟ إذا عرفت اي كيو اس واي دي اس بقدر أطلع منهم اي اي واي بي واي سي اللي مطلوبين. بس هذه اللي بتهمنا الآن اللي هي الكلارك ترانسفورميشن. الكلارك ترانسفورميشن انا هدفي ادخل واعرف شو فيه في داخل المحرك، ايش عم بصير داخل المحرك، بس انا ما بقدر ادخل واقيس الاي كيو اس واي دي اس، وبعدين راح نشوف اي كيو ار واي دي ار الا بقياسي لاي اي واي بي واي سي. فاذا انا قست اي اي واي بي واي سي بقدر اعرف اي كيو اس واي دي اس، هاي عن طريق الكلارك ترانسفورميشن.